نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر، أهلا بكم. ايش يعني اوبن مايندد؟ منفتحين. ايوه اوكي، وعندهم ثقة بالمعلومات الدينية اللي عندهم اياها، عم بيأهلهم انه اي حدا اي جهة متطرفة ممكن تيجي تعمل لهم غسيل دماغ وتبرر لهم. ما في اي حدا بيروح بيتصرف وعرفان انه متطرف، برروا له انه يتصرف، قالوا له ما في شيء، ما في اي مشاكل. لا بس عندي انتوا خربتوا لها بيتها. انت قضيت يا مان. الكاميرا ما جابي جوزك بمشكلة لو ما عندك ايفيدنس. جيبي كاميرا بيشخر، ما تقولي انت بتشخر، بتصوري بالليل وهو عم بيشخر، بعدين بتجابيه ثاني نهار بيشخر. مشكلة هي لانه في حدا هدية، الاحترام والمودة والرحمة، الاحترام كثير شيء ضروري بالزواج. تماما. كنت عايزة تسألي سؤال. شو بتصير لو وحدة اجت تخطبك، شو بتقول؟ واحدة جت تخطبني؟ أنا ما بيهمني شو بيقولوا المجتمع، بيهمني رأي الشاب لو اجت بنت تخطبه كيف حترد عليها؟ بصي مكشوفة. القادمة تأتي على رأس الساعة في أمان الله.